أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، صدق الله العلي العظيم. أحد المؤمنين كان له دين في ذمة شخص، فجاءني ذلك الشخص المديون يطلب مني الوساطة. قال: أنا أعترف أن لفلان علي دين بمبلغ كذا، وأنا بصدد أداء هذا الدين، ولكن لي شروط عليه لأداء هذا الدين، وذكر شروطا. بعد أيام لعله رأيته، نقلت كلام هذا الشخص المديون، فغضب. قال: هو يعترف أن لي عليه دينا ويشترط علي في أداء الدين، يعترف أن لي عليه حقا ليؤدي الحق، أداء الحق لا يخضع لشروط، لا أقبل أي شرط، أولا ليؤدي الحق لي، ثم يتكلم عن موضوع آخر، أريد أن أقبل لا أريد أن أقبل، لست ملزما. ويبدو كلامه كلام صحيح، أنت تعترف أن لفلان عليك حقا أدى حقه، عندك مطالب ثانية في قضايا ثانية تريد أن يقبل تلك المطالب، هذا موضوع ثاني. هذا وضعنا، لا أقول كل الناس كل البشر، أقول هذا وضع أكثر البشر مع الله سبحانه وتعالى. هناك حقوق واجبات لله سبحانه وتعالى علينا، نؤديها بشروط، نشترط على الله عز وجل. البشر عموما، لا أقول كل البشر، عامة البشر أكثر البشر
يفهمون أشياء ولا يفهمون شيئا. البشر عامة يفهم أنه إذا احتاج إلى طبيب لعلاج، الطبيب يطلب منه التسليم لأوامره حتى يتمكن من علاجه، وإلا لا يتمكن. إذا احتجت إلى مهندس يهندس داري، مهندس خبير حاذق في مجاله يعرف، يطلب مني أن أمشي حسب خريطته وخطته حتى يقدم لي دارا مريحة جميلة قوية. هذا الشيء نتفهمه، تقريبا كل البشر يفهم. عندي كمبيوتر، عندي بعض الأجهزة الذكية يحصل فيها خلل، أذهب إلى الخبير في هذه الأمور، يطلب مني التسليم، أعمل على هذا الجهاز ما أريد، ومن حقه، وإلا لا تطلب مني أن أصلح هذا الجهاز حسب طريقتك، لا، هناك طريقة خاصة. في كل الأمور التي بحاجة إلى خبروية، بحاجة إلى علم، ندرك أننا يلزم أن نسلم للخبير، أن نسلم للمتخصص، للعالم. هذا الشيء ندركه وبوضوح. ولكن ما لا يدركه كثير من البشر هو التسليم مع الله سبحانه وتعالى. نريد الدين حسب ضوابطنا، حسب شروطنا، حسب مقاساتنا. مشكلة عدم التسليم. عدم التسليم درجات. البعض ذهب بعيدا جدا، يريد حتى العبادات حسب أهوائه. هؤلاء بعض الصوفية يعبد الله عز وجل بالرقص، يعبد الله عز وجل بالمحرمات، بل الموبقات والكبائر، يرتكب كبائر يقول هذه الكبيرة تقربني إلى الله عز وجل. تعرفون بعض قضاياهم، بعض الأعاجيب في طريقة عبادتهم، يريد العبادة على مقاسه، على أهوائه. هؤلاء بعيدون جدا. أبعد من هؤلاء من لا يريد العبادة أصلا، لا يتعبد بطريقته أصلا، العبادة لا مفهوم لها عنده، لأنه هو إله والعياذ بالله. بعض الصوفية أيضا القائلون بوحدة الموجود وغير ذلك، الذي كان يقول ليس في جبتي والعياذ بالله تعالى، والعياذ بالله تعالى، سوى الله والعياذ بالله تعالى، ذاك أصلا لا يحتاج إلى عبادة بعد، يعبد من؟ لا معنى للصلاة عندهم، لا معنى للعبادة عندهم، حتى يأخذون العبادة، كيفية العبادة من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بعيدون جدا. أنا كلامي ليس عن ناس كفار، ليس عن ناس لا يقرون بوجود الخالق. هؤلاء كما قال القرآن الكريم أولئك كالأنعام بل هم أضل، لا علينا بهم. كلامي عن من يقر بلسانه بالدين، عمن يقر بلسانه بالله، يقر بلسانه بالإسلام. بعضنا
عنده مشكلة في التسليم. ما عندنا مشكلة في التسليم بهذه الدرجات العالية والعياذ بالله تعالى، الحمد لله، هذه نعمة كبيرة أننا لا نعاني من هذه المشاكل المرتبطة بالعقيدة، المرتبطة بالتوحيد، المرتبطة بأسس الدين. في هذه المجالات إن شاء الله لا نعاني من مشاكل، ولكن في تفاصيل الدين كثير منا عنده مشكلة في التسليم، غير مقتنع. كم مرة قلنا هذه الكلمة في أمور دينية؟ أنا غير مقتنع. البعض، أنا سمعت، أنتم أيضا لعلكم سمعتم من أشخاص، غير مقتنع بحرمة البيع الفلاني، بيع الكالئ بالكالئ مثلا، بيع باطل، غير مقتنع. هذا بيع عقلائي فليكن، لأنه عقلائي فإذن هو صحيح. هذا القاعدة من أين؟ إذا منع الشرع من شيء، هنا يأتي موضع التسليم. قالوا إنما البيع مثل الربا، الربا أيضا شيء عقلائي، أكثر عقلاء العالم يقرون بالربا. الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، خلاص. التسليم ليس معناه أنك تكون مقتنعا بالتفاصيل. إذا كنت مقتنعا بالتفاصيل، القناعة تجرك، القناعة توجهك. التسليم يأتي في موضع أنت مقتنع بالأسس غير مقتنع بالتفاصيل، هنا موضع التسليم، ولا لا معنى أصلا التسليم. أنا طبيب، أعرف تفاصيل المرض وتفاصيل هذا الدواء، هنا موضوع التسليم؟ لا، موضوع التسليم هو المورد الذي أنا لا أكون طبيبا، أرجع إلى طبيب متخصص، أعرف التفاصيل، أعرف أنه متخصص، ولا أعرف تفاصيل ما أعرف الأسس ولا أعرف التفاصيل. هو تشخيصه أن هذا المرض هو المرض الفلاني، تشخيصه أن هذا الدواء هو العلاج لهذا المرض، أنا هذا الدواء أصلا لا أعرفه، هنا موضع التسليم. أنا غير مقتنع بالتفاصيل، أنا لا أعرف أصلا الدواء ما هو، هذا الدواء خلطة من أي شيء لا أعرف أصلا. البعض لا، ما عنده مشكلة في العقود، في البيع، في الشراء، في الإجارة، عنده مشكلة في الخمس، لماذا ندفع الخمس؟ غير مقتنع. أنا شخص مقتنع بالخمس يقول لماذا أدفع الخمس لمرجع التقليد، أنا أصرفه، شخص لا أقرب إلى التسليم يدفع لمرجع التقليد الخمس ويطلب منه ولو طلبا باحترام، طلب بأدب. أنا أعرف بعض النماذج يذهب إلى مرجع التقليد يدفع له الخمس باحترام بأدب، يقول أريد منك أن تصرف هذا الخمس في المجال الفلاني. من أنت؟ المال مالك؟ تشترط حتى لو كان بأدب، أنت مديون لشخص، تدفع دينك له، دينه عليك تدفعه له، تقول أرجو منك أن تصرف هذا المال في المجال الفلاني، يقول لك ما يخصك، ليس من شأنك، أموالي هذه خلص، هذا دين كان في ذمتك لي، دفعت دينك خلص في مال له. الخمس ليس ديناً في ذمة الشخص، أسألوا الفقهاء،
الخمس في عين المال، يعني شيء أقوى من الدين. الخمس ليس لك ولا لمرجع التقليد ولا لأي شخص آخر، الخمس ملك شخصي طلق لإمام زمانك. أرواح العالمين له الفداء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أتصرف بأي سبب؟ أنا أتصرف بأي حجة؟ المرجع لا يتمكن أن يتصرف حسب أهوائه لأنه ليس له أصلاً. المرجع يريد أن يشخص الطريق المثلى بمقدار فهمه، بمقدار تصوراته من النصوص الشريفة، بمقدار معرفته، وليست المعرفة كاملة ولكن بمقدار معرفته، ومعرفته أكثر مني، أن هذا المجال هو المجال الأنسب يصرفه في هذا المجال. الأنسب يعني تتم الحجة عليه. البعض ما عنده مشكلة أساسا في الأموال، عنده مشكلة في النكاح. لماذا الحكم الفلاني في النكاح؟ لماذا الحكم الفلاني في الطلاق؟ أنا سمعت، أنتم سمعتم، حتى بعض الرجال يقول لماذا يجوز للرجل أن يتزوج بأربع من النساء؟ لا تريد أن تتزوج بأربع من النساء، لا بس، ليس واجبا، ولكن تستشكل على جوازه، يعني على حكم شرعي. ما عندك تسليم. الآخر عنده مشكلة في مجال ثاني ومجال ثالث. الدين حسب مقاساتي، حسب مقاسات عقلي، يعني التسليم ذهب في مجال، ليس في كل المجالات، في بعض المجالات. هناك كلمة، المقصود من هذه الكلمة أحيانا ليس سيئا، ولكن أتصور أن الكلمة ليست كلمة جميلة، ليست كلمة حسنة في هذا البلد نسمع هذه الكلمة، وفي بلاد أخرى نسمع أشباه هذه الكلمة. هذه الكلمة كلمة كيفي، لعل بعض الأطفال يتعلم هذه الكلمة قبل أن يتعلم أكثر الكلمات العربية. في بداية نطقه، تعلمه للنطق، يتعلم هذه الكلمة كيفي. لا، ليس كيفي. إذا ولدك قال كيفي، قل له لا، ليس كيفك، كيف الله. طبعا هذا من باب الجناس، وإلا هذه الكلمة لعلها لا تستخدم في هذا المجال. كيف الله؟ هو يتعلم، أنت أيضا تتعلم من قولك هذه الكلمة. كيف الله؟ وإلا كيفي كيفي كيفي، أنا أصبحت شيئا. كم مرة سمعتم؟ أنا عشرات المرات سمعت، لعلي لا أبالغ إذا أقول مئات المرات سمعت من أشخاص يقولون الشيء الفلاني لا يتناسب مع العقل، يعني عقله، يعني لازم الدين يكون طبق عقلك. العقل، الدليل العقلي حجة من الحجج، لا عقلي وعقلك. يصل الإنسان إلى درجة الله عز وجل يقول يمنون عليك أن أسلم. أصلا نبدأ نمن لأني شيء، يمنون عليك أن أسلموا. نحن قرأنا هذه الآية المباركة مرارا تكرارا، سمعناها، لا نمن منا لسانيا
ولكن عمليا توجد منا على الله. نعم نعم، لا تنكر بسرعة، توجد. أين تظهر هذه المنة؟ عند المشاكل، عند الضيق، عند الحوائج الصعبة تظهر منا. قرأتم قبل ليالي، في ليالي شهر رمضان، في دعاء الافتتاح، هذا الدعاء الرائع. كم هذا الدعاء جميل، مع قطع النظر عن المحتوى العظيم الذي خزن في هذا الدعاء، كم هو جميل، كم هو رائع. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل، حقا جاهل، جهول. استعطاف، إلهي أنا جاهل، أنا لا أفهم. طبعا أنا جاهل في أفضل الفروض، وإلا وضعنا لعله أسوأ من الجاهل. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات، ليس فقط من في السماوات، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. دين على كيفي، دين على أهوائي، لا. المشكلة في المؤمنين خصوصا، لعل هذه المشكلة في المؤمنين أشد، أنه عندما تطرح هذه الأمور نتصور أننا بعيدين، أننا بعيدون عن هذه الأمور. لا، أنا لا أمن على الله، أنا مسلم لأمر الله. لا، من الجيد، من الجميل أن الإنسان يراجع نفسه، حقا أنا مسلم؟ إذا عرفت أن شيئا أمر الله عز وجل به خلاص، في بعض الأبواب نعم الحمد لله، الله عز وجل أمر أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، أصليها 4 ركعات، عندي تسليم. لا أقول لماذا لا تكون الصلاة 5 ركعات مثلا، 6 ركعات أو أقل لعله البعض، لا ما عندي مشكلة هنا، عندي مشكلة التسليم في مكان ثاني أم لا. الإنسان يلزم أن يسيء الظن بنفسه عموما، نحتاج إلى مراجعة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد ويسلموا تسليما، تسليم. إخواني أنا مديون، ولا أقول مديون، أنا مملوك، وأنا أقر على نفسي بالملك، أقر على نفسي بأن ذمتي مشغولة، أشترط، أمون، هذا أقبله، هذا لا أقبله، هذا أفهمه، ذاك لا أفهمه. بعض الآيات القرآنية تبين أشياء شرعية للمسلمين، بعض الآيات القرآنية تبين أشياء واضحة الكل يفهمه. هذه الآية من الآيات التي بيّنت شيئا واضحا، ولو اتبع الحق أهواءهم، تصوروا أن الحق كان يتبع أهواءنا، ماذا كان يحصل؟ نفهمه، البشر يفهمه أصلا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. الطريق سهلناه لكم،
أرسلنا أشرف الخلق إليكم، قمة الخلق، بيّن لكم. بعد ذلك جاء الأئمة عليهم الصلاة والسلام، سادة الخلق بعد رسول الله، بيّنوا بس. مع كل هذا لنا أفهم يعني حق المشكلة، ومن ما كانت عندهم لعلهم رسول قريبين منهم ما كانت عندهم، أولئك كانوا يشتكون، حجتهم ليست تامة، ولكن أنا أشتكي، أنا لا أفهم، أنا الذي تابع لرسول الله صلى الله عليه وآله، تابع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنا لا أفهم، غريب. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. كل شيء واضح، وضحت القضية بديهية. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق رسول الله، بحق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام العظيم عند الله عز وجل، أن يجعلنا من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق إمام زماننا بقية الله الأعظم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم وفقنا لخدمتهم، وفقنا لاتباعهم، ارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.